المستوى البدني، ودي حاجة خروج الاهلي يا احمد، معلش يا دكتور احمد، خروج الاهلي من قاعدة المحاضرة خلاص. التشكيلة اتعلن دلوقتي، تشكيلة الاهلي اللي هيخوض بها اولى المباريات النهائية او المباراتين اللي على استاد برج العرب الاولى باذن الله بعد ساعتين من دلوقتي. خلاص كارترون قال وقلت لكم الاهلي هيتحرك على 7 7 و10 عشان قواعد الاتحاد الافريقي اللي لازم تكون موجود هناك قبلها بساعة ونص. الاهلي في مواجهة الترجي التونسي والتشكيلة اتعلنت وهنقولها بعد شوية يعني، ومش هتخرج من الحالات اللي هنقولها بعد شوية مع الجملة في التحليل كابتن شريف عبد المنعم وكابتن أحمد بلال وكابتن أسامة حسني. هنتكلم على التشكيلة المتوقعة، مش هتخرج عن ال11 اللي هنقولهم بإذن الله مع كباتننا في الاستوديو، لكن الصورة دي صورة حية قدامكم مباشرة من ملعب أو وإن شاء الله حتى لو كان موجود في مباراة العودة يقدر يستغل الثغرة اللي وراه، سواء بقى مؤمن سواء إسلام محارب سواء ميدو جابر. طبعا احنا بنعرض يا احمد برضو وانت بتتكلم كده سعد السمير والرجاله كلهم، الرجاله كلها طالعه، شريف اكرامي ومجموعه اللي كان موجود فيها صبر الرحيل وكان اسلام محارب، الرجاله كلها طالعه من الفندق، الرجاله طالعه من الفندق. احساسك بشخصيتك ومكانك وامت مصر بالنسبه لك وامت النادي بالنسبه لك كل ده في تفانيك ولعبك واجهادك. النتيجه بتاعت ربنا، الاخلاص هو اللي بنحاسبك عليه، الاجتهاد هو اللي بنحاسبك عليه، المجهود هو اللي بنحاسبك عليه، لكن التوفيق ما باليد حيله، ما تقدرش تتكلم فيه. التوفيق ده بتاع المولى عز وجل. اتفضل يا ابو حميد. طبعا وجمهور النادي الاهلي دايما زي ما عودنا النهارده ان شاء الله اكتر من 60,000 زي ما شفنا في الصور ماله الاستاد. جمهور الاهلي دايما في الموعد ان شاء الله، اول ربع ساعه تحديدا هتفرق جامد جدا مع النادي الاهلي والحماس الجماهيري الموجود. لو قدرنا نستحوذ وقدرنا نسجل اعتقد ان هي هتسهل علينا كتير جدا. اول ربع ساعه ان شاء الرحمن لو سجلنا هدف هتسهل علينا كتير جدا، زي ما اتكلمنا وقلنا في نقاط الضعف، قلنا حراسه المرمى وقلنا سامح الدربالي. النقطه الثالثه في نقاط الضعف، هي ممكن يعني ممكن تكون نقطة قوة، ولكن هي على مدار البطولة كانت نقطة ضعف، وهي طه ياسين الخنيسي. طه ياسين الخنيسي المهاجم الأساسي للترجي ما أحرزش ولا هدف في خلال 14 مباراة متتالية وفي خلال البطولة، تراجع تهديفي كبير جدا لطه ياسين الخنيسي. يكمل كده إن شاء الله.